الفنان عادل عبد الرحمن عبدو، تتسلم الوسام أرملة الشهيد السيدة سلافة إمام إبراهيم. هقول لكم على حاجة لطيفة. أجمل حاجة في الفقرة دي إنه الفقرة دي إحنا قاعدين عمالين بنضحك من ساعة ما دخلنا. طبعًا بسبب يونس عمل لنا أيوه أهو هاتوه هو بيشاور. يونس بالذات. عامل قلبان في الاستوديو من ساعة ما دخلنا، وبعدين مامته قاعدة عمالة تقول له اقعد ساكت، عمالة تديله في تحذيرات. خلونا الأول نرحب بمدام سلاف منورانا. ازي حضرتك؟ الحمد لله كله تمام؟ الحمد لله الحمد لله. ازيك يا يونس؟ الحمد لله. اعدل الكاب يا يونس، ابوس ايدك يا يونس. اعدل الكاب يا عم يونس عشان خاطر النبي يا ايوه هو كده قمر كندا. ازيك؟ الحمد لله كله تمام؟ اه الحمد لله. العيال بصت لي بصه اللي هو بتاعت وانا، انت مش هتسلم عليا ولا ايه؟ ازيك يا ليان؟ الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله. انا عايز اعرف بقى كندا عندها كام سنه؟ 8 وليان؟ لا لا 5 سنين. عندها 5 سنين. عندها 5 سنين ازاي؟ هو عامل حك عليا. انت عندك قد ايه؟ 6. يعني هي عندها 5 وانت عندك 6؟ يعني انت اكبر منها؟ تضحك عليا صح؟ هو عنده 5 اصلا. هو عنده 5 وهي 8 و8 و6 5 ونص. ونص؟ ونص بالظبط؟ ولا ونص وحته كمان؟ خليني النبي تخليها على راحتك. هيقع. هو الراجل ده شقي على طول كده؟ على طول جدا. السنان ضايعه خالص بالوقع. جدا. دي صورة البطل. وانا شايف كندا كل شويه تروح واخده الصوره كده ومقرباها وتروح عدلاها وارتباط حقيقي. انتوا عارفين ان بابا واحد من اعظم واجمل واهم ابطالنا ولا لا؟ عارفين؟ اه. متاكدين؟ اه. صح؟ اه. تحيا مصر جدا. اه. ايوه بالظبط كده. هم قالوا لي كل شويه اما تيجي الصوره قول لنا احنا فين عشان هنعمل باي باي للصوره بتاعتنا. وليان طبعا مش عتقال. خليني الاول اسال بقى الميداليات. ايوه دي صوره الشهيد المقدم عبد الرحمن عادل، وده يونس عبد الرحمن عادل. خدوا راحتكم جدا يا جماعه والنبي ما تكتفيهم. اصل انا بحب الاطفال. هم تقريبا مش واخدين بالهم منهم. لا لا خلاص هو اللي هم عايزينه كله. انا عايز بقى اعرف ايه حكايه الميداليات دي. اديلي بس عنها فكرة بسيطة. هو دي ميداليات بطولات جمهورية بتاعت الجمباز تحت 7 وتحت 8، وهي دلوقتي هتلعب تحت 9. دي كندا. دي كندا. وكان وليان تحت لعبت تحت 6 بس كانت بطولة منطقة. جمباز برضه. اه ولسه لعبة من تقريبا من 10 ايام كده بطولة تحت 7. ما شاء الله. اه وطبعا يونس قال لي انا بلعب تحت 10. انت هو لسه في الاول، هو بيلعب فعلا جمباز بس ما فيش بطولات دلوقتي. تضرب اعمار على طول. بدا يلعب هو كمان جمباز؟ اه بلعب. هما من 3 سنين الجمباز، 3 سنين لازم يبداوا يلعبوا، فكلهم بقى من اول 3 سنين بيلعبوا. ما حسيتيش ان حد فيهم عنده ميول رياضيه تانية غير الجمباز؟ هو يونس شويه كوره بس انا لسه بقى بكتشف يعني. بتفكري كندا؟ وانا شويه باليه. وانت شويه باليه؟ انا بنتي بتلعب باليه عشان تبقي عارف، بس بنتي اكبر منك شويتين. باليه وجمباز في نفس الوقت ده هيبقى مفيد جدا. جدا. وفي نفس الوقت الاثنين. ايوه ينفع. ينفع جدا. عارف البيروت؟ ايوه عارف البيروت. باليه؟ مش قوي بقى كده، ممكن لازم استدعي بنتي تيجي تقعد جنبي هنا تحكي لي الحدوته دي. شطات؟ لا انا مش متخصص. أيوة انا مجرد لا. ابوها مش انا المدرب خالص. مش متخيله بس انا بنتي كبيره بقى 16. قولوا لي بقى انت خدتي كام ميداليه يا كندا لحد دلوقتي؟ 4. 4؟ انتوا اجانب ولا ايه؟ كل شويه يقول لك عندك كام سنه تقول لي 8
وبعدين فور. عندي 10 ميداليات. انت عندك 10 ميداليات؟ لا. كلهم خدت فيهم بطولات؟ كلهم؟ ده عنده زيرو. انا متاكد. ليه؟ ده هيبقى بطل. انا بقى تو. وانت تو؟ تو طبعا. ده شيء رائع. شيء رائع. انا بقى كام؟ فور. وانت فور. خليك معدل. مامي هو وش بابا مقسوم هنا ليه؟ لا هقول لك انا اشرح لك بقى يا ستي. لا وش بابي مش مقسوم ولا حاجه. بص يا ستي، السكرين او الشاشه اللي احنا شايفينها دي متقسمه. بصي هتلاقي 1 2 3 4، فهتلاقي اي صوره اي فيديو هتلاقيه متقسم على 4. لو احنا خدنا الصوره دي، تعالوا نجرب يا جماعه، ونحط الصوره هنا، هتلاقي الصوره هنا اهو طالعه على بعضها. كامله هتلاقيها طالعه على بعضها. يلا ممكن نجرب. يلا عايزه نجرب؟ اه. طب بصي اهي، في هنا في السكرين اللي قدامنا دي شايفين هنا؟ ادي كده ايه؟ مش متقسمه خالص اهي. وهنا متقسمه. حلو؟ طيب وبعد شويه هتيجي هنا هتلاقي الصوره كامله. بصي 1 2 3 اهي. واو. واو فعلا. هما بيعملوها على شاشه واحده بس. بنعملها على كل. بصي حواليكي. بصي هقول لك حاجه. هتلاقي بابا هنا. وهتلاقي بابا هنا. بابا هنا. وهتلاقي بابا هنا. اصغر شويه. ليه مفيش هناك؟ بابا هناك. بابا دايما موجود هنا. انا هنا بقى عايز اسال مدام سلافي. ممكن بابا يبقى هنا. طبعا عشان تبقى عارف يعني هو بابا موجود معانا على طول. وهو ده يمكن السؤال. هم عارفين بابا عمل ايه؟ اكيد طبعا حاسين بالدور اللي باباهم قام بيه. عارفين هو بطل ضحى بنفسه عشان مصر، ومصر تستاهل احسن حاجه ان احنا كلنا نضحي بنفسنا عشان مصر. يعني ده اول لقاء تلفزيوني مع حضرتك. لا ما حضرتك معايا. لا حضرتك انا اكيد. لكن بشكل عام ولا طلعتوا في لقاءات قبل كده؟ لا كان في لقاء قبل كده. عشان انا حاسس انكم كلكم قلقانين هم لا حضرتك اكتر حد شايل الهم وقاعد عمال يونس كأم بطبيعه الحال. بس يا يونس. لا ما اكيد عشان يونس لو سبته شويه. لا خليه ينطلق. النهارده الحضور بتاع حضرتك وحضور كندا وليان ويونس. لا ويونس ايوه للتكريم النهارده. كنت شايفاه ازاي او بتعتبريه ايه؟ عمل عظيم طبعا. ده حاجه يعني انا حسيت احساس جميل جدا في التكريم. يعني سياده الرئيس حاجه كبيره طبعا. شرف ليا ان انا اتقابل معاه وان هو يكرمنا ويكرم الاولاد. ده عمل عظيم وطني. حاجه وطنيه يعني مما لا شك فيه. يونس انت عشان تبقى عارف يعني انت عملت لي اصعب لقاء تلفزيوني في حياتي. انا بقالي يجي 24 سنه يا يونس مش عارف اسال سؤال. يا يونس سؤال قول لي بقى. انا خدت بالي ان رئيس الجمهوريه قال لك حاجه. قال لك ايه؟ قال له سيب. قال له سيب ايه؟ كان ماسك. كنت ماسك في ايده جامد؟ كان ماسك في البتاع جامد. قال له سيبه في الاخر. سيب بس عشان اعرف اتحرك. انت على طول بتتشقى؟ على طول على طول؟ ما تسمعش الكلام ولا ايه يا ليان؟ قولي. ماما وليك باك ضايف؟ لا نو. بتقولي لي باك ضايف دلوقتي واحنا على الهوا؟ نونس بليز. انا خايف عليك اصل الارض هنا برضو مش صبحة ولا ايه؟ مش طالعة مش مروحة. لا نو. بس يونس بص احنا مرة هم البالي. يونس خلينا المرة دي ما نعملش باليه واحنا في الحلقة النهاردة. ما نعملش جمباز. يمكن نعمل ده مرة تانية. بس عشان ليه بقى؟ انتوا عارفين لما كنتوا تلعبوا بقى الرياضة دي بتبقى الأرض مختلفة. وحتى الكورة انت محتاج نجيلة محتاج ترتان إلى آخره. الهدف ايه هو؟ الهدف هو الحقيقة يمكن النهاردة انه حضراتكم الأربعة تفضلوا دايما موجودين خالدين في ذهن الكل. انه تكريم المقدم عبد الرحمن عادل وتكريم حضرتك والتلت لقال التلت جواهر الحلوين دول يفضل دايما موجود محفور محطوط بقى على يوتيوب ومحطوط على جوجل الى اخره. عشان في يوم من الايام هم هيكبروا وهيبقوا اهدى من كده كتير انا متاكد. بس هيبقوا شايفين قد ايه البلد حبت احترمت قدرت باباهم وقد ايه البلد كمان حباكوا وسعد بحضراتكم جدا وسعد باللي بتربي ولاد البطل وهتطلعهم ثلاث ابطال. والله انا متاكد من ذلك. شكرا لحضرتك. هتطلعي ظابط بجد؟ اوكي.
ده كلام جد جد؟ لو انا عايش هستضيفك بقى وانت ظابط، لان انا ساعتها هبقى عجوز جدا يا ليان. جدا كندا هتطلعي ايه؟ ظابط. ظابط برضو؟ يونس ظابط. ظابط انت ظابط من دلوقتي يا يونس، انت لابس الرانك بتاعك والرده وكده تمام التمام. وانت كمان اول ايه؟ ده كل يونس الرتب. اطلع امي بتاعك في كتفي هو كان متدهر وقعد. تعظيم سلام يا يونس. تعظيم سلام ليان. تعظيم سلام. نورتونا وشرفتونا مدام سلاف. انا حقيقي كنت متشرف وسعيد بوجودك معانا. صحيح يونس ما خلناش نعرف نتكلم كفايه، بس زي ما يقولوا كده الجايات اكتر من الرايحات. ربنا يخليه لكم وربنا يخلي لكم دايما اسم الشهيد البطل المقدم عبد الرحمن عادل. شكرا لحضرتك ويقويكي على ثلاث ابطال. ايوه بس يونس يا ربي اعمل ايه؟ يونس تعبني جدا معاه. هي خلصت الحلقه لحد كده، احنا هنختم بسرعه علشان زميلنا كريم هيبقى داخل. ونورتونا وشرفتونا جدا جدا جدا. نشوفكم ان شاء الله بكره لو كلنا العمر وبرنامجكم التاسعه. سلامات. We'll be right back.